السلام عليكم، حياكم الله. اليوم راح نلعب شخصية أبوليون، واليوم صراحة هدفي ان اخلص من بيست. ايه حلو، في قنبلة او جاتني قنبلة. الحلو في الشخصية هذه ان يعني اي ايتم يجيني زبال اقدر احوله الى ستات. يعني مثلا لو جاك ايتم رينج وانت ما تحتاج رينج، يمديك تحول الرينج الى مثلا دمج او تيرز اب. هذا الشيء الخرافي بهذه الشخصية. اوكي، انا احتاج يا اخي مفتاح عشان افتح الصندوق الذهبي. انتبه، الى الان ما جاء مفتاح. اوكي، هذا الايتم روم، ان شاء الله ايتم زين. اوكي حلو حلو، هذا راح يعطيني تيرز افكت وبرضه راح يعطيني شوي تيرز اب. اوكي وصلنا للبوس. شت، انتبه. اوكي مونسترو، هذا يفترض انه يكون ايزي ما اخذ ولا دمج. ايوه خلك على، يا الله لا تقفز. حلو، بس خلاص يا اخي، يا الله يلا ما بقى شيء، بس خلصنا عليه. اتش بي اب راح استهلكه او راح يعني احوله الستات الصراحه. حلو خد دمج. طيب باقي بس الشوب، وفي هنا الظهر غرفة. يا الله تمنيت انه في مفتاح يا اخي، كان راح اخذ هذا القلب لانه راح يحمي الديل تشانس. اوكي هنا في ايتم دمج وعليه خصم بعد، فممكن الصراحة افجر الدونيشن ماشين. بس ثواني خلينا نفجر الصخور هنا، ممكن يكون في كرول سبيس. اوكي ما في، اجعل كذا خلاص، خلينا ندمر الدونيشن ماشين. اوكي حتى داخل الدمي كان فيها فلوس، ممتاز. اجعل على كذا نقدر نشتري سول هارت بعد، وخلاص خلينا نمشي. اوكي عندنا كيرس اوف ذا ميز، ان شاء الله اذا خلصت من هذه الغرفه ترسب يعني بيك ابز مفتاح، يعني نحتاج مفتاح. يا الله رسبن يا اخي ذبان بسرعه. اوكي قلوب. اوكي انتبه من العناكب، غرفة ذي كريهة حيل صراحة. خلينا نخلص من البيض اول. يا الله طلع عناكب بسرعة بسرعة بسرعة. شت 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 انتبه، بس خلينا نخلص من ذا، خلينا نخلص من ذا. فجأة بيقفز عندي انا متأكد. اوكي يا الله خلاص انا ابي مفاتيح، ما راح اقدر ادخل لا الشوب ولا الايتم روم. اوكي للحين قاعد يعطيني ذبان ما ادري ليش، يا الله. اوكي الذبان من الروتن هارت، انا ظنيت انه قاعد يعطيني ذبان بس كذا. اوكي اخذت انا الحين او جاني مفتاح، ما راح ادخل حاليا الايتم روم، ودي ادخل الشوب قبل. تبا اوكي فلوس زيادة، حلو ان شاء الله يكون في مفتاح داخل. ما في مفتاح، لكن هنا ممكن تطلع في داخل مفتاح. حلو مفتاحين ممتاز. طيب خلينا نرجع على السريع ندخل لايتم روم، هنا في تنت دروك بعد. حلو دبل سول هارت ممتاز. اوكي هذا راح اخذه. طيب اتوقع بس باقي غرفة هنا. ايوه ان شاء الله ترسم القنبلة. اوكي رسم سول هارت بس ما اقدر اخذه للاسف. اوكي على كذا خلاص خلينا نحارب البوس.
اوكي افترض ان يكون هذا ايزي. ايزي حلو، هذا راح اخذه اكيد، راح يعطيني كثير سول هارتس. حلو ممتاز رن، خلاص جي جي يا شباب، جي جي خلاص. اوكي انا ودي ادخل الكرس روم، ممكن يكون فيها قنبله. اوكي طلعنا، يلا زين سول هارت، مع ان ما اتوقع ما استفدنا ولا شيء صدقون. اوكي انا بروح السورز. اوكي الحمد لله ان عندي برمستون، لان ذا او ذيل الذبان غثيثين حيل. اوكي حلو قنبلة. اوكي هنا المرايا، ان شاء الله تكون هنا السيكريت روم. ايوه بس نحتاج قنبلة زيادة عشان نقدر ندخل للبوس تشالنج. اوكي تباه. نحتاج قنبلة. انتبه. اوكي خلنا ندخل الايتم روم. راح اخذ الايتم العشوائي الصراحة، هذا ما حس استفيد من مع البرمستون. اوكي يلا زين، هذا راح يعطيني ترز افكت. طيب نقدر ندخل الشوب حاليا. ما في شيء يسوى، بس ودي ادمر الدمية انا، بس احتاج قنبلة يعني حاليا نحتاج قنبلتين. اوكي هنا البوس، حلو رسبانة قنبلة. طيب هل ندخل البوس تشالنج ولا نفجر الدمية؟ اوكي حلو دبل سول هارت زيادة. طيب شكلي يا اخي خل شيك ايش هذا البطاقة بالضبط اول، ممكن تكون ذا تاور. اوكي هرمت الصراحة، راح ادخل البوس تشالنج. والله صدقون لا، ممكن حصل قنبلة اذا دخلنا المرايا، فخلنا نفجر دمية. طيب خلنا نحارب البوس. اوكي هذا يفترض انه يكون ايزي. ايزي اوكي، هذا اكيد راح استهلكها، مستحيل راح اخذها، بس للاسف ما عطتني شيء يسوى ابدا. طيب على كذا خلينا ندخل مرايا عشان بس ناخذ قنبله. اوكي مفتاح، بس ما نبي مفتاح، نبي قنبله. مفتاح مره ثانيه يا رجل، نبي قنابل. اوكي اخيرا قنبلة. هل اقدر استهلك الايتم اللي دخل ايتم روم اللي هو النايف بيس 1؟ اوكي حلو اعطاني تيرز اب ممتاز. خلينا نحارب البوس. ايزي حلو تيرز اب وسول هارت. طيب حاليا خلنا ندخل للبوس تشالنج عاد، ان شاء الله يكون في ايتم يسوى عاد. اتش بي خلنا ناخذه، ما دام ان الاكتف حقي مو مشحون خلاص خلنا ناخذه. اوكي خلاص خلصنا، خلنا نمشي اجل. ودي بس اخذ البطاقة ذا هرمت وخلاص بعدين بمشي. اوكي راس بنت اركيد. اوكي حلو. والله صدقون لا ما راح استفيد، اذا كان لو كان ما عندي قلب احمر كان نمت واعطاني الظهر ثلاثة سول هارت، بس مشكلة. اوكي حلو اي كان سي فور ايفر، فاقدر ادخل السيكريت روم. ايه
قنابل هنا الكرت، خلنا ندخل. يا الله تأخرت. طيب ما ادري هل اضحي قلوب في السكرفايس روم؟ ممكن نستفيد لان عندي قلوب كثير. لكن خلينا نشوف نهاية الفلور. اذا خلصت من الباس هل اروح ولا لا؟ اوكي هنا الايتم روم. اوكي هذا راح يخليني ادخل كرس روم مجانا بدون ما اخذ دمج، فراح اخذه. اوكي الحمد لله الحين حاليا وضعنا في القنابل ممتاز اخيرا. اوكي هنا في تنتد روك. شت يا الله، هل اقدر اساسا اسوي جسر؟ الظاهر ما اقدر، الظاهر اني ما اقدر. اوكي ايتم ذا الصراحه مش بطال، بس هل راح اقدر اخذ فلوس؟ لا اجل لازم نجمع لها فلوس. اوكي مفاتيح. اوكي باقي لي حبة كوين بس. طيب ما ادري هل اروح اضحي بقلوب الحين؟ عجيب ميجا تشست بس ما اقدر اطير فما له فايدة. اوكي حلو سول هارت. اوكي هذا يفترض ان يكون ايزي. خد دمج. اوكي هذا الايتم ما له فايده لان رينج بس، انا عندي رينج لان هاي. اوكي هذا راح اخذه وهذا راح استهلكه او احول الستات. اوكي هذا فلوركس لارج فراح يكون في دبل بوس. فممكن الحق على البوس رش لان ما خلصت انا من البوس رش. وعندي بطاقة تسوي لي تليبورت فراح اعجل واروح للبوس على طول. ان شاء الله يكون في هذه الجهة. على يتمرون هنا. بطلع بسرعة. الغرفة ذي راح تضيع وقت كثير. اي يا الله هنا يتمرون الثانية. بسرعة بسرعة. هذا ابدا ما يسوى، مشكلة انها اكتف يعني ما راح استهلك ولا استهلك اصدق. يا الله هنا يا اخي شوف بس بستهلك هذا الايتم. حلو يا الله شوي يعطيني رينج وشت سبيد ما لهم فايده مع برمستون. اجل ممكن يكون البوس في هذه الجهه. بسرعه باقي تقريبا 3 دقائق. يا الله بسرعة. حلو لك اب يا اخي وين ممكن تكون اجل؟ بسرعة بسرعة بسرعة. يا الله مبينه. اوكي ببدأ افجر الابواب بسرعة. يا الله اخيرا بسرعة. يا الله ذا البوس يا اخي الهيلث ماله كثير. بسرعة يلا يلا ما بقى شيء. يا الله اثبت. بس 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 اخر ضربة. اوكي ترزاب حلو قلوب. يمدي يمدي ان شاء الله.
حلو. عندي وقت اشيك على الديفل. اوكي ان شاء الله ان شاء الله يكون لامب اوف كول. بسرعة. حلو انفجر الجماجم. نمشي. احنا قلنا اوكي احنا صج بنروح للبيست. فاخذ اي شيء حاليا. خلنا ناخذ القلب. اوكي الصراحة ما في شيء زي الناس. هذا راح يعطيني 3 قلوب. هذا راح يزيدني تيرز. لكن لازم اكون مصوب على جهة معينة واثبت على هذه الجهة عشان ازيد تيرز. هذا الكتاب راح يرسبن مساعدين. هذا راح يضعف الاعداء. احس لو استهلكهم افضل. هل راح اقدر يعني احولهم كلهم الى ستات؟ خلينا نشوف. ظهر خذ الاكتيفيتن بس لانه ما زيدني ولا ستات. اي والله سحب على الايتمات وخذ الاكتيفيتن بس. اوكي خلصنا عليهم بسهولة. اوكي هذا الايتم يا اخي لو اقدر استهلكه بس للاسف ما اقدر فراح اخذه. طيب خلنا نطلع. صح لازم نطلع يا اخي. اوكي تمنيت انه يكون في شوب لكن في فلور باقي بعد يعني زيادة فمو مشكلة. باقي لنا ايتم روم واحدة. صح بعد ما دخلنا السيكرت روم احساس يقول لي ان راح تكون هنا. يا الله شان تفجرت القنبلة يا اخي. صح انا عندي ايتم اللي يخليني اطلق القنابل كصاروخ يعني. طيب خلنا نفجر هذه. صح بعد ما دخلت الكرس روم. اوكي نفجر الجماجم. الورد حلوة. حلو سول هارت. يا الله نسيت يا اخي ان عندي ايتم. اوكي هالغرفة معفنة. يلا روح تعال فوق. غريبة. يرضى. اوكي حين فجأة مشى. اوكي الحمد لله ما اخذنا دمج. هذا اذا ما خاب ظني راح يخليني احمل بطاقتين او حبتين. ايوه حلو تير زاب. طيب هل في بطاقة ثانية نستفيد منها نقدر نحملها يعني؟ في اللي هي بطاقة ذا تاور هنا. خلنا ناخذها حاليا. هنا في برضه بطاقة. ذا تورز افضل اتوقع. طيب راح افعل. لا حول ولا قوة الا بالله. سحبت على بطاقة ذا وورد. ما كنت مركز انا للاسف. اوكي هذه راح تعطيني رينج ما لها فايدة. اللي معي افضل. طيب خلنا ندخل هنا. ما فيها شيء زين. برضو سحبت على الايتم اللي في الشوب الماضي اللي هو مور اوبشن اتوقع او ما ادري ايش اسمه بالضبط بس اللي هو. اي هنا الصراحة باخذ اللي بالحظ. اوكي هذا زين. ما عندي انا قلوب حمراء وهذا راح ياخذ القلوب الحمراء. ممكن يعطيني بدالها يعني قلوب سوداء. اوكي هذا الشوب.
ان شاء الله ما يكون في دخلة قريد. اوكي حلو، بس للاسف ما في ولا شيء يسوى. Spent it. It's gone. Just get over it. Money is gone. How could you have spent our savings? Just like. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسيت يا أخي موضوع الترينكت. يا الله ما راح أقدر أفتح يا أخي. تنتد أبوليون. للأسف ما حصلنا نفتح الأحمر. ما راح نقدر نفتح شخصية تنتد أبوليون. للأسف ما يعني راح أضطر أن ألعب الرهن من جديد بعدين. اوكي هذا يفترض ان يكون سهل لان دمج حقي عالي. الله اوكي خلصنا من الفيز الاول. يلا اوكي احلى شيء لما نسوي هذه الحركه لان سهل انك تتفاداها. خلاص مات. الحين بيكون عاد الوضع سهلات لان عندي بطاقتين، بطاقة ماجيشن وبطاقة تعطيني دمج. العب. اعطاني اقوى مساعد من المساعدين في اللعبة. شت يا اخي هذه التيرز متى بتروح؟ ما تروح خلاص علقت اللبد هنا. اخيرا راحت. ايزي يلا تعال. يا الله اوكي حلو خلصنا عليه. حلو خلاص ما بقى الا بيست ونخلص. يلا تعال. ايزي خلاص
سرع القى فوق لا تاخذ دمج. اوكي خلاص الان بيموت. يلا موت اخيرا. بس يا اخي للاسف ما فتحت شخصيه يا اخي تنتد ابوليون. بالنسبه الى تنتد ابوليون اتوقع راح افتحها خلف الكواليس لانه ما يسوى ان انزلك مقطع. اللي راح اسويه بس راح اروح عند هوم افتح شخصي وانتحر، يعني ما له داعي اروح اضيع وقت واحارب بيست. اوكي وبكذا وصلنا لنهايه مقطع، اتمنى ان نال على عجبكم. شكرا على المشاهدة، يلا فمان الله.